أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ضرورة مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا من أجل أمن العام. جاءت تصريحات زيلنسكي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالعاصمة لندن. زيارة زيلنسكي للمملكة المتحدة تعد ثاني رحلة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يلقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد القوات الأوكرانية التي تتلقى تدريبات في بريطانيا. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في الحرب في أوكرانيا. وقال شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاغ أن بوتين لن يستطيع فرض معاهدة سلام، مشددا على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف أمام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, ثمنت الولايات المتحدة مساهمات ألمانيا القوية لدعم أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات المالية والأمنية والإنسانية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابر، حيث بحث الجانبان الشراكة الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك كيفية المضي قدما في مجالات التجارة والطاقة والمناخ. كانت الحكومة الألمانية قد قررت بالفعل إرسال 14 دبابة قتالية رئيسية من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا. We see that powerfully in Ukraine as both of our countries have worked closely together. أعلنت الخارجية الروسية أنه لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار صفقة الحبوب. وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أنه لا يزال يجرى تنفيذ مبادرات البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الحكومة الروسية أن الحكومة الروسية تراقب عن كثب تطور الأوضاع المرتبطة بالطلبات على المنتجات النفطية الروسية، مشيرا إلى أن استثناءات الاتحاد الأوروبي من سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية تظهر أن هذه المنتجات مطلوبة في أوروبا. تكثف القوات الروسية هجومها الشتوي على شرقي أوكرانيا، حيث جلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة إلى ساحة المعركة. في الوقت نفسه توقعت كييف أن موسكو سوف تتوسع وتوسع نطاقها في العمليات مع تعرض بلداتها في الشمال الشرقي والجنوبي للقصف. تطورات متلاحقة تشهدها الأوضاع الميدانية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ففي ساحة المعارك تكثف موسكو هجومها الشتوي في شرقي أوكرانيا، وجلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة إلى ساحة المعركة، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها مع تعرض مدينة خاركيف في الشمال الشرقي وزابوريجيا بالجنوب للقصف.
في الوقت نفسه شدد مسؤولون أوكرانيون كبار بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي على أن موسكو ستحاول في الأسابيع القليلة المقبلة شن هجوم كبير آخر بقوات حشدتها حديثا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للهجوم الروسي في 24 من فبراير من عام 2022. وبعد أن فشلت روسيا في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف العام الماضي وخسرت أراضي في النصف الثاني من عام 2022، تستفيد موسكو حاليا من مئات الآلاف من القوات التي استدعتها في الخريف في أول تعبئة لها منذ الحرب العالمية الثانية. وتركز القتال منذ شهور على باخموت التي تسيطر عليها أوكرانيا في إقليم دونيسك الشرقي، حيث أحرزت روسيا تقدما واضحا نحو تطويقها من الشمال والجنوب، لكن كييف تقول إن المدينة ما زالت صامدة. كما شنت موسكو أيضا هجوما في الجنوب على فو هيليدار، وهي معقل تسيطر عليه أوكرانيا أيضا في دونيسك على أرض مرتفعة عند التقاطع الاستراتيجي بين خطوط الجبهة الشرقية والجنوبية.